البداية مع إلسا يونس اختصاصية التغذية، بتتناول موضوع مسببات البدانة المفاجئة أوبيزوجينز، كيف منلاقيها وكيف منتحديها. أهلا وسهلا فيك إلسا، شرفتينا. بونسوار تمار، بونسوار حبيبة. هاي إلسا، شرفتينا. ميرسي إلسا. كمان موضوعنا معك كتير مهم، إنه في مسببات بدانة إضافية على المسببات اللي نحن بنعرفها. نحن بنقول جيناتك أو منزيد أكل أو قلة حركة أو إقلاع عن التدخين. صحيح، هلا كنا عم نحكي بالموضوع. هؤلاء يمكن يسببوا البدانة المفاجئة، بس في مسببات ثانية. في مسببات زيادة، لأن نحن مثل ما بنعرف التراديشنالي إنه الوراثة بتلعب دور كتير مهم بالبدانة. مثل ما قلت، الأكل الزيادة، أكلنا كتير فات، أكلنا كتير نشويات، أكيد حيزيد وزننا. وقلة الحركة وقلة الرياضة كمان من القصص يلي بتساهم للبدانة، وأكيد بعض الأمراض مثل السكري والغدة وغيرها. ولكن هلأ عم بيشتغل كل شيء، علماء وكل شيء أبحاث عم بتروح لتشوف ليه في بعض الأشخاص حتى لو عملوا دايت، حتى لو قللوا كالوريز وعملوا رياضة، وحتى لو رياضة انتنسيف، هؤلاء الأشخاص ما عم بيضعفوا وعم بيعملوا بلوك على وزنهم. والنظرية هي إنه في مواد كيميائية منسميها الأوبيزيجينز، يلي هي مواد مسببة للبدانة، وهي موجودة بالملوثات الطبيعية بالإنفايرمنت، موجودة بالمواد الاستهلاكية اليومية، إن كان الكوزماتيكس، إن كان الأكل الشرب اللي عم ناخده، إن كان كمان بالأرضيات بالبينتينج اللي عم نتنفسهم ونتنشأهم كل يوم. وهن شو عم بيعملوا؟ عم بيعملوا هرمون الانبالانس، يعني عم بيخربطوا العالم. أنا هيك بقول ساعد ما صار في كيميكلز بالجو. فهن بيعملوا هرمون الامبالانس. شو بيصير؟ اول شيء بيخربطوا الهرمونز بجسمنا بطريقه انه جسمنا بيصير يكدس اكثر دهون، وبيصير ما يحرقهم بطريقه سريعه، بيصير يتكمش فيهم زياده. وهذا الموضوع ببلش من الاج امبريولوجيك، يعني من وقتها الولد بيكون ببطن امه. فهون اهميه نحن نعرف شو هن هالمواد وكيف فينا نتفاداها بالديلي لايف ستايل تبعنا قد ما فينا، مش انه ما فينا ابدا نتفاداهم انه 100%، ولكن لانه بنعرف انه هذا الشيء رح يؤدي رح ياثر على الاجيال القادمه مش بس علينا. فهيدي اهميه هيدي الحلقه. طيب، حلو. وين بنلاقي الاوبيزوجينز؟ بالتفصيل الممل. بالتفصيل الممل. أيه. بس انا كي بدي اخبر شوي الاوبيزوجين شو بيعملوا 100% بالجسم، قبل ما نعرف شو هن. ايه خبرينا. ايه خبرينا. خبرينا. هن بس تنعرف انه كيف بينصحوا. اول شيء بيخلوا بيزيدوا عدد خلايا الدهنيه بالجسم، وبيزيدوا حجمها، يعني بيصير حجم الخليه الدهنيه اكبر. بلس بيخلوا يعملوا بلوك على الفات، يعني ما بنعود نستعملهم كمصدر للطاقة. ليه؟ لأنه هن بيتكدسوا بقلب الخلية الدهنية، الخلايا الدهنية. أوكي؟ فهون هذا الشيء بيفسر ليه بعض الأشخاص عاملين بلوك على كل شيء، حتى لو ما كان عندهم مشاكل صحية تانية، ممكن يكون من وراء هالأوبيزوجينز. وكمان تشتغل على الشهية، فبصير في تخربط. أول شيء تشتغل سنترلي على الدماغ، على الإيبوتالاميوس اللي هو الشيف دوركاستر، اللي هو بيرجلج نحن قدام نجوع وقدام نشبع. اوكي، بلس تشتغل على الميكروبيوتا، يعني على المصران. نحن حكينا عنهم قبل بحلقات قد ايه مهمين هالميكروبيوتا، البكتيريا الجيده والبكتيريا السيئه. فعم بتخربطهم، عم بيصير في عنا شهيه زياده على الاكل، وخاصه بصير ناكل بطريقه مثل البوليمي، يعني بناكل من دون ما نشبع. وحتى لو شبع ما بنحس بحاشه الشبع، وحتى لو مش جوعانين عم ناكل. اوكي، وهي كمان تلعب دور بحرق الدهون. فهذا التخربط كله اللي عم بيصير بالجسم عم بيؤدي للبدانه عند العالم. طيب دقيقه قبل ما تكفي، ليش في ناس بتتاثر وناس لا؟ بتتاثر قصدك بالمواد الكيميائيه هيدي؟ ما حسب هي وين عايشه وقد ايه هي بتتعرض لها. ما مش هيك عم بقول انا اهميه الشخص. في اشخاص كثير بيستعملوا قصص سينتيتيك، بيستعملوا ما عندهم الايجين براسهم انه ينتبهوا مثلا ما يتنشأوا هالمواد، ما يستعملوا هالبرودوي كوزمتيك معينين. يعني في اشخاص بينتبهوا اكثر للقصص الناتشرال اكثر. فهون كمان في جيناتيك للاشخاص يلي معرضين اكثر انه
يكتسوا هالقصص حسب الميتابوليزم تبعهم، لأنه في أشخاص بتظهر أسرع المواد السامة من الجسم بجسمه من الأشخاص تانيين بكتسوا سلو ميتابوليزم بيضلوا سنين أوقات بجسمهم، وهذا الشيء اللي بيعمل مشاكل إن كان هرمونال وإن كان بالبدانة يعني. طيب أوكي. تنعرف هلأ وين منلاقيهم هودي القصص تنبعد عنهم؟ 100% أول شيء خلينا نبلش نحكي عن الأدوية. أوكي بنحكي عن الفيتو أستروجين، في كتير بياخدون خاصة النساء، هو يعني مثل ميميك للأستروجين بالجسم، منلاقيه بسبلمنتس، منلاقيه بمنتجات الصويا. نحكي كمان عن أدوية السكري نوع معين التيزيدية هن، نحكي كمان عن أدوية الأعصاب والأدوية الحساسية. هول الأدوية ممكن يعملوا هالهرمون الإمبالانس ويؤدوا للأوبازيتي. نحكي كمان عن الأورغانوتين. الأورغانوتين هن نوع من قصدير عضوي بينزاد على البينتينج، على المواد الدهان، وهي ضد الفطريات يعني حتى بمواد البناء بيستعملوها. نحكي كمان عن البي بي اي، كلنا سمعين عن البيسفينول اي يلي هو موجود كتير بالبلاستيك. نحن مثلا نستعمل اناني ماي، نستعمل كونتينرز من البلاستيك، حتى البوب كورن المايكروويفبل موجود في قلبه بي بي اي. نحكي كمان عن الفواتير الريسيبتس يلي بناخذهم من الماشين، هودي الوراق كمان بيعرضونا كثير للبي بي اي اذا في اشخاص عم بيشتغلوا على كاشيرز وهيك بيتعرضوا لها كثير. بنحكي كمان بالكوزمتيك عن الفتاليتس كمان موجودين، هن ماده بلاستيفيانت موجوده بالبرودويات اللي بنستعملهم كل يوم. نحن بنعرف كمان المراه قد هي بتستعمل برودويات على جسمها، بين بدراسات انه المرأة بتستخدم أكثر من 168 نوع من مادة كيميائية على جسمها بالنهار، فهودي كتير مهمين. ونحكي كمان عن بارابان كمان موجودين كمواد حافظة وموجودين بالأكل والشرب. واللي بدي كمان أشير عليه كمان مهم هي مادة الـ PFOA، هي مادة موجودة بالمقالة وموجودة بالطناجر اللي بيبقوا نون ستيكي يلي ما بيلزقوا، فكمان هالمواد كتير كمان بتعمل هرمونال امبالانس. مصدومه ايه وانا مصدومه لا مش عارفه كيف بدي كفي. حلوين المعلومات، خلي لزق الاكل احسن. ايه بس كيف؟ لا عن جد يعني كريمات وزيوت ما فينا نستغني عنهم يعني، حتى أكيد. بس نحكي عن البشره يعني بنظبط شيء وبنخرب شيء. هلا بقول لك كيف تظبطي. ايه. اشتريت اساس اورجانيك وكلها ناتورال وزيت طبيعي، اكيد ما حيكون فيه الفتاليتس. مهم واحد يقرا الليبلز الموجوده ويروح اكثر للاسس الاورجانيك، البارابان فري المكتوب عليهم، فتاليتس فري، يعني يكونوا ينتبهوا على هذه المواد. بس في اشياء إلسا ضمن يومياتنا يعني انين البلاستيك، انين المي. صح. اولا ثانيا قلتي لي عن البينتينج شو ما فهمت من غير كل تابلوياتها حقهم ذكر. صح. لا 100% يعني في اشياء ما فيك تطلعي منها بس تحكي عن الانفايرمنت والاشياء اليوميه. اكزاكتلي. ما هلا حقول لك كيف انت بالبيت تعملي هايجين اذا حطيتي، لان انا قشط نصي هلا من ورا خبريتك. قولي. كان بدي اقول لك فيك مثلا بالبيت اول شيء نركب اير فلتر للهواء. اوكي. بلس نحن نكون عم نعمل فاكيوم خاصة السجادة وقت كمان فينا مادة كيميكلز. أوكي. ونعرف نحن شو عم نشتري كمان، يعني ما نشتري السجادة كتير سينتيتيك، الفرش اللي كتير سينتيتيك يعني، والتيابنا حتى كمان أوقات إذا فيهم نيلون كتير ومواد يعني يفضل روح للقطن أكتر، للسلك، لهالقصص. يعني في أنواع معينة من القماش هي بتبقى أكتر فينا نقول فيها كيميكلز. التياب بغيروا بالموت حتى بال 100%. أي مش 100%. بس بال صح. ومنحكي كمان مثلا كمان من الاساس الهايجينيك انه نشلح الشوز قبل ما نفوت على البيت، هيك من الاساس المهمه. من الاساس اللي لازم نعملها لحتى نبتعد قد ما فينا عن هالمواد انه نشرب مي فلترد كمان، نركب فلتر مي بالبيت، نكون نحن عم نعمل ديتوكس. كيف فينا نعمل ديتوكس ونطلع هالدهون؟ اول شيء نشرب سوائل كثير قد ما فينا، نخلي الجسم نفوت على التويلت كثير يعني دائما هايدريتد نكون، بلس ناخذ فايبرز كثير. اوكي ليمشي المصران بشكل مزبوط. ذكرينا وين بنلاقيهم؟ 100%. وبنحكي كمان عن الانتي اوكسيدان، هودي موجودين كثير بالحامض، موجودين بالجنجر، بالتفاح، بالافوكادو، بالخضار الورقيه الخضراء، بالثوم، يعني هودي المواد كثير فيهم مواد مضاده للاكسده. ونحن اذا بدنا نعمل بلس لجسمنا فينا ناخذ سبلمنتس معينين، يعني فينا ناخذ الانتي اوكسيدان مثل البوليفينول والزنك. في شيء اسمه زيولايت اللي هو سبلمنت اذا اخذناه بلقط الميتو
الطلور بلاقت المواد السامة الموجودة بالفات وبيظهرهم من الجسم. وفي كمان نستخدم نحن مواد إذا الشخص كمان عنده نصاحة وبدانة، مواد بتحفز على تكسير الدهون، مثل مثلا أخذنا الأسيد بانتوتينيك، الجلوتامين، أوكي، الكوانزيم آه، هودي مشهورين بتفكيك الدهون، فهون نكون عم نظهر أسرع هالمواد السامة. هولي وين منلاقيهم؟ من جسمنا، بس بالصيدليات إجمالا السوبليمانات موجودين. والكل في ياخد منه؟ الكل في ياخد منه أكيد، وخاصة الأشخاص اللي بيحسوا عن جد عندهم هيدا البلوك بجسمهم وحابين يعطوا سبور زيادة للميتابوليسم تبعهم وتيقشطوا أسرع. أوكي، طيب إلسا، في فحص معين بيبين إنه نحن عم نتعرض هودي الأشياء بشكل كبير ولازم ناخد حذرنا منهم، ولا ما في فحص نحن لازم نحس بحالنا إذا عملنا بلوك فجأة؟ هلا هو أكيد في تستات للموضوع، مع هني كمان نعمل كتير دراسات باللابوراتوار يعني تا يكتشفوا قد في تكدسات للكيميكلز، بس بنعمله أكتر على الحيوانات. إنسان إذا بده يعمل التست كتير بيكلف وما كتير له عازة، هو بس بيرجع إنه نحنا ما نعقد الأمور كتير قد ما فينا نتبع هول الديلي لايف ستايل، مثلا شيل الطناجر قد ما فينا، ما نستعمل نون ستيكي، واذا استعملناهم ما نكون عم نحفتر بالاكل يعني تنطلع الحديد بالاكل. المي ما نعمل ديما ستوكاج بالبلاستيك، نستعمل أنانة إزاز مثلاً، كونتينرز لإزاز، وإذا بدنا نستعمل البلاستيك نتطلع على الريسايكلينج لوجو ما يكون مكتوب عليه 5 و7، وتكون نمبر 5 و 7 يعني فيهم بي بي اي كثير عالي. اوكي، ويعني حتى الريسيبتس وهو ما كثير نتداول، نغسل ايدينا دائما. كمان ننتبه على الديترجون اللي بنشتريهم، يعني ما يكونوا كمان على الديترجون مش معروف شو مصدرهم، يعني يكونوا الكيميكلز مدروسين الموجودين بقلبهم. واكيد ننتبه كثير على الكريمز كنا عم نحكي عنهم، والكوزمتيك كل شيء ميك اب وهيك، يعني يكونوا عن جد مدروسين ويكون منشل منهم المواد السامه فينا نقول. يعني بدنا نروح على الاورجانيك بشكل عام، كل شيء اورجانيك وطبيعي بدنا نروح عليه اكيد، خاصه لانه صار في كثير بوليون، يعني صار في كثير بوليونز بالجو. يعني حتى البنزين المحروق كمان بيطلع نوع من اوبيزيجين اللي هو البي اي اتش، يعني هن هيدروكربور بوليسيكليك موجودين بالبنزين، ملاقيهم بالاكل المحروق كمان. اذا نحن عم نعمل باربيكيو عن حرقنا اللحم البارتي السوداء كمان، غير انه كانسيريجين كمان هي بس طيب. وحتى كل شيء اللحم الفيمي، الجبنه الفيمي، هاي مجرد ما هي مدخنه كمان نزيد عليها هيدي المواد يلي انا انتهت عيشتي، انا انتهت حياتي، ما بكلهم غير فيمي، يعني ما بعرف بدك بدنا نشيل الميك اب يا بدنا ناكل فيمي، مش كل يعني شنيتهم مع بعض، مش كل شيء يعني مش كله مع بعض تمر. طيب هو اللي يعني كيف بيأثروا فينا على المدى الطويل عم نحكي؟ أكيد هو ده over the years، ما عم نحكي إنه واحد مرة تنشأ شيء رح يصير معه، بس نحنا عم نحكي عن الأشخاص اللي عملوا بلوك بوزنهم، وهيدي دراسات كتير ريسنت يعني بين إنه هالكيميكلز والملوثات اللي صارت بالعالم عم بتخلي العالم عم بتصير أنصح، عم بيصير في أوفر ويت وعم بيصير أوبيزيتي أكتر من وراء قد ما عم نستعمل كيميكلز بالنايلون بالكيس. كتير في ستاتستكس ألسا لنعرف بأي مناطق أكتر على وجه الأرض يعني؟ أكيد موجود أكيد. وين أكتر؟ هلا قدام معنيين؟ هلا نحن معنيين هون، أنت معنية ببيتك هون عم نحكي عن سمول لا، لأنه برا كتير بينتبهوا إذا فيك تقولي نحن ما كتير نعطيها أهمية مثل أنين المي مثلا. إيه مثلا بيوروب بقلك إيه في يمكن وعي أكتر على الموضوع، أنا كتير بينتبهوا للإيكولوجية بالهيدا، وبيحكوا كتير بكل شيء برودكتس جديد منزلينهم أصلا كلهم أورغانيك، كلهم مواد عم بيستبدلوا حتى دواء أسنان ببودر من كوكياج من هيك، يعني في عندهم برودكتس كتير أورغانيك. بس مثلا البلدان اللي بتبقى أكتر مصنعة على العالم مثل أمريكا وغيرها أكيد عم بيكون فيها الملوثات أكتر بكتير. صحيح. وخاصة تلاقي تينيجرز ميك اب وبيشتروا تياب بكياس نايلون فيهم كتير بوليمير وفيهم كتير قصص سينتيتيك عم بيتعرضوا، وهالولاد حيصير عندهم بدانة كبر اكيد. اوكي، فهون لازم تنتبه، وخاصه المراه الحامل كمان تنتبه فور فيوتشر جينيريشن تكون قد ما فيها اورجانيك بفتره الحمل تبعها. يعني هيدا اقله انه الفتره المراه الحامل بفتره الحمل
تكون من تبع مشكل حياتها بس بفترة الحمل لأنه حتأثر على الجيناتكس تبع أولادها. هذه هي الأطفال والشباب قديه عرضة يعني لهذه المسببات. وهلا عم نشوف مثل ما ذكرتي إلسا في نسبة بدانة كتير كبيرة بالولايات المتحدة. صحيح. فهي عن جد من مسببات البدانة ولا يمكن ما بينتبهوا على أكلهم أو قلة الحركة كمان دائما نحكي عنها. صحيح. هون بدنا نحكي كتير قد ايه صار في بروسيسنج للأكل. أوكي صار في كتير فود بروسيسنج بالعالم لأنه هلا أكترية الجنريشن الجديدة بدها كل شيء سريع والبروسيسد فودز يعني هن بنحكي عن الفاست فود بنحكي عن الصودا بنحكي عن كل شيء كانديز بيكريز هودي ما بدهن تحضير سو عم بينعطوا كتير للولاد والتينيجرز عم بياخذون فعم بيعرضوا الجسم كمان لهالكيميكلز وهن من الأساس اللي كتير نعتبرهم أوبيزيجين هن الأكل البروسيست البروسيست يعني الأكل اللي منزد له برودوي شيميك إن كان منكهات صناعية أي مواد حافظة مواد حافظة محليات صناعية بينزد لهم أوقات مواد دهنية منكهات معينة فهول كلهم بيلعبوا كمان بالهرمونز بالجسم وبيأدوا على المدى الطويل على البدانة. أوكي يعني لوجيكلي إلسا فينا نقول إنه لازم نبتعد عن كل شيء ملون عن كل شيء معلب عن صحيح أوكي. صحيح هلا مش على الأقل. مش كل شيء معلب بدنا نبتعد عنه لانه بالمواد البروسيست المصنعه في عندنا المواد اللي هي مينيمالي بروسيست وفي عندنا الالترا بروسيست فود مثل شو اوكي المينيمالي بروسيست فيه يكون من انه نحن مقصصين خضره عم بنبيعه كبيس whatever في يكون مثلا الزبده الزيت وهالقصص كمان موجوده نحن بنستعملها بالطبخ هو دي بروسيس ولكن نحن فينا نستخدمهم كبدايه العاده الملح السكر عم نستعملهم برجيمنا العادي وهن بيعتبروا بعضهم صحيه صحيح. اوكي بعدين بيصير في عنا الخبز يصير في عنا مثلا الشاركوتري المعلبات الخضره الفواكه في عنا الكانز تبع اللحمه الكانز تبع التونه هو كمان فيهم يفوتوا بداية كتير صحي سو هودي مواد فينا نقول أكل مصنع ولكن بعده صحي عم نحكي الألترا أقل ضررا أقل ضررا وحتى ما في ضرر إنه يعتبر كبير أوكي. اللي عنده ضرر كبير هن الألترا بروس فود يعني كل شيء اخترعه الإنسان منه موجود بالطبيعة يعني مثل الصودا الخبز اللي بيعملوه حتى بالفاست فود بيكون مركب منه عن جد يعني فيه طحين whatever بس كله فورمولاز كله يمكن يكون فيه هاي فريكتوز كورن سيروب يمكن يكون فيه بقلبه زيوت مهدرجة كمية ملح كتير عالية نحن ما بنعرف عن جد التركيب اللي عاملينه لحتى عملوا هالأكل أوكي فالمشكلتهم هو كيف نحن بيساعدوا حتى يصير في عنا بدانة أول شيء فيهم كونسنتريشن كتير عالي من الدهون ومن السكريات أوكي فنحن بس ناكلهم طعمتهم كتير طيبة رح ناكل كمية أكبر بلس هن بيزيدوا ريسك الكانسر وما فيهم اي قيمه غذائيه لانه ادمنهم مكررين ما بقى فيهم فيتامينز ومعادن وحتى لو نزيد عليهم هالفيتامينات والمعادن ما حيكون لها تاثير مثل الاكل العادي بلس عمليه الهضم تبعهم كثير سريع سو نحن اكلناهم دغري هضمناهم وبيحرقوا 50% اقل كالوريز من الاكل العادي اذا هضمناهم بلس هن فيهم كالوريز كثير سو هذا اكيد رح يؤدي لانه نحن ننصح يصير عنا أوبازيتي فهولدي هن الكاتيجوري تبع المأكولات اللي لازم نشيلهم كل شيء معلب لازم نفتحه كل شيء مكتوب عليه انجريدينتس كتير وكيميكلز يعني نحن ما عم نعرف شو نقريهم هول الأساس ما ناكلهم بالمرة البروسيس مثل المعلبات فينا ناخدهم أكيد وما في أي بروبلام فيهم أوكي طيب إلسا هلأ داخلين على شتوية بتعرفي يعني بتعرفي بدنا نتسلى اوكي بس هيك كم قلتي لها بتعرفي يعني دهرات ومغتربين وبحر بدنا نتسلى على طول عذرنا معنا يعني إلسا سوري هيك كم نصيحه تنتسلى بس ما ننصح نتسلى ما ننصح هو التسلية بس نستمتع نستمتع أكيد أنا مع إنه الواحد ما يأكل شيء إلا إذا الشيء اللي بيحبه هذه هي ويعرف يحط البرايوريتي تبع الأكل اللي بيحبه يعني أنا إذا بحب البزورات ما ضروري أكل بزورات تشيبس
كاسترد وات ايفر اوكي حتى كاسه بذورات واكلها بلس الاكل هو منه تسليه هيدا لازم واحد يعرفها ابدا يعني ما لازم واحد على الزهق ياكل هيدا بيخلي الشخص يفوت بروتين غلط والاكل هو عاده مثل ما تتعودي بتصيري تاكلي يعني في اكل بتلاقيه انت منه طيب ابدا بتتعودي تاكليه بتصيري تحسي انه طيب يعني صار هيدا من روتين اليومي اوكي سو خلي حتى لو بدنا نلقمش نشتري قصص ضمن المعقول يعني مثل ما قلنا مثلا البوب كورن المايكروويف بوب كورن قد ايه مضر قد ايه فيه مواد مسرطنه ومواد كمان ممكن تزيد البدانه عنا اذا عملنا نحن البوب كورن بنتفه زيت وزدنا شويه اعشاب وملح يعني نحن هون عم نعمل سناك لنا صحي اكثر اوكي نقي مثلا مثل ما ناخذ بذورات كلها فيك وكلها نكهات صناعيه فينا نروح للمكسرات النيه وحتى لو كانوا محمصين لو كان شوي مقليين ما في مشكله بعدهم احسن من انه ناخذ كراكرز ناخذ بسكتس ناخذ هالقصص اوكي يعني بعدنا عم ناخذ منافع من الزيوت الجيده اوكي فدايما نجرب قد ما فينا نتعود على السناكس الهيلثي نجيب مثلا ادامام نحطهم بالبراد نجيب مثلا نتفت شو اسمهم هود اللوبين ناتس البينات باتر البينات باتر هلا بتذكر اسمهم هي لونهم اصفر مهم هيك خلص هلا مش حاتذكر لوباين فول سوداني مش فول سوداني طيب. اوكي هودي كمان من القصص اللي فيهم بروتينز مش حاتذكر اسمها بالعربي اوكي اوكي سو هول من القصص اللي لازم ناخذهم بشكل روتيني ويكونوا موجودين عندنا بالبيت ومثلا ناخذ عاده مثلا نعمل تي نعمل جرين تي اللي هو كمان ديتوكس يعني نلهي حالنا نسلي حالنا بقصص صحيه بقصص صحيه خلص وقتنا اختصاصية التغذية إلسا يونس شكرا كثير لك ولنصايحك اللي دائما بناخذها بعين الاعتبار نحن والمشاهدين ثانك يو ميرسي كثير للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية